أحببت الخط العربي منذ نعومة أصفاري، وأذكر المرة الأولى كتبت بها لوحة كنت بالصف الخامس ابتدائي. وفي المرحلة الإعدادية تطور الخط عندي قليلا، وعندما أخذت شهادة الثانوية اتجهت باتجاه حلب لأدرس مع إعداد مدرسين، وكان في السنة الأولى مادة الخط العربي، وهذه الدراسة أصقلت موهبتي إلى حد ما. ومع الممارسة والزمن الطويل أصبح لدي خبرة وتدريس مادة الخط على شكل دورات وفي المدارس، في مدارس محافظة إدلب أصبح لدي خبرة إلى حد ما. وأحب الخط العربي لأنه له علاقة وطيدة باللغة العربية، والخط واللغة العربية هما صنوان، لذلك لا يمكن فصل أي واحد منهما عن الآخر. وباعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وهي اللغة الأم، لذلك علينا أن نهتم بهذا الخط لأنه أساس في حياتنا. طبعا قمت بتأليف كتاب أو نوطة اسمها قواعد خط الرقعة، طبعا باسمي مدرس مادة الخط العربي في مدارس محافظة إدلب، وهذه النوطة فيها توضيح كبير لخط الرقعة. ثم كتبت عدة لوحات في فوق المنابر الجوامع في مدينة بنش، حوالي 9 جوامع تقريبا والله أعلم، وهذه تعتبر بصمة كبيرة في مجال الخط. اللغة العربية هي اللغة الأم، وإن صح التعبير هي أمي، وكل طلابي يعرفون أنني أتكلم في الدروس باللغة العربية الفصحى، وأن العامية للأسف الشديد هي تشويه للغة العربية. وباعتبار أن القرآن الكريم وكتبنا ووظائفنا ودروسنا كلها باللغة العربية، لذلك علينا أن نتبع اللغة العربية باعتبار كما قلت هي اللغة الأم.